أستاذ فهمي، أستأذنك في أخذ هذه المداخلة الأخيرة من الشيخ محمد العريفي. حياك الله يا شيخ محمد. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام. بالتمالي الدنيا وشاغل الناس يا شيخ محمد. والحقيقة نحن كإعلاميين دقيقة. أقول كان الاتصال أن يكون الاتصال قبل نصف ساعة من الآن، فأرجو أن لا يضيق علي الوقت وتكون انتهى وقت الحلقة. طيب أنت الذي طلبت التأخر يا شيخ محمد. سريع تفضل. لكن الوعد 2:30 كان. طيب تفضل. المقصود أنا لا أرى إثارة الموضوع أصلا، لأنه لا يوجد أحد لا من الدعاة ولا من العلماء يرى جواز التطبيع مع إسرائيل، لا الدكتور محمد العريفي ولا غيره من الدعاة، وهذا أمر مرفوض وأصل الموضوع. هذا الشيء. الشيء الثاني، أنا تعجبت من بعض المتصلين مثل الدكتور محمد سعيد الطيب، خاشقجي وغيرهم، ممن لم يعلم أساسا عن الموضوع ولم يجمع يعني جوانب. أنا تعجب مثلا الطيب هو ناشط حقوقي، والأصل أن مثله لا يأخذ الكلام من مقالات صحفية، إنما يدخل إلى موقعي يتابع الموضوع، يعلم لماذا قلت تلك الكلمة، كيف بثرت الكلمة، من الذي نشر الكلام من أول مرة. يعني أنا قلت في برنامجي لأجل تحميس الناس لمتابعة الحلقة القادمة سأصور في القدس بطريقة معينة، وفعلا ذهبنا، وكان التخطيط السابق أن أصور على مرتفع يطل على القدس من عمان. ثم جئت في الحلقة التي بعدها وبينت هذا المقصود ونشرنا ما ذكرنا، وهذا الكلام قبل كان الجمعة الماضية، يعني مر عليه الآن 7 أيام. ولكن تأخرت يا شيخ، ربما يؤخذ عليك يا دكتور محمد أن يشارك أحد في موضوع وهو أصلا لم يجمع جواب. طيب عفوا، هنا دعني أدافع عنهم يا دكتور محمد. أن الدعاة لا ينبغي أن يتكلموا في السياسة، وما هو يتكلم في السياسة، وكلاكما لستما متخصصان لا في السياسة ولا في الشريعة، فلماذا يحرم على الدعاة الذين يعني أنا والدكتور في الجامعة الآن 19 و20 سنة درست سياسة شرعية في الجامعة، عندي درست من سنوات لطلابي وطلابي جامعيون، لماذا لا يتقفون لهم نظرات في مثل ذلك؟ يعني الآن خاشق ضرب مثالا، قال العريفي أخطأ من قبل وتكلم في السستاني. طيب كلامي في السستاني هو كلام في أمر ديني شرعي، فلماذا أيضا انتقد فيه؟ إن تكلمنا في السياسة انتقدنا، وإن تكلمنا في أمور الشرع انتقدنا، إذا هل يريد منا خاشقجي وأمثاله أن نسكت وأن نترك كلام له هو أشكاله لأجل أن يتكلموا في الأمة بما يشاء؟ وحقيقة هذه نقاط لا بد أن يتغيرها. المسألة التي بعد ذلك يا دكتور محمد، يعني القول عفوا القول، أنت لماذا لا تريد فقط إيضاح لهذه النقطة؟ يعني أولا يعني موضوع أشكاله، يعني أنت أعلى من كذا من أمثاله من الصحفيين. الأمر الثاني، يعني أنت تأخرت أسبوعا كاملا يا دكتور محمد في توضيح هذه، طارت بها وكالات الأنباء العالمية والفرية، إذا راجت لم تعد. يبدو أنك أيضا أنت لا تدري إيش الموضوع. أنا لما تأخر القضية أثيرت يوم الاثنين، اتصل بي بعض الصحفيين، قلت يا جماعة بقي على البرنامج 3 أيام، انتظروا وسأعلن ذلك في الحلقة. يا أخي أنا من حقي يا أخي أن أحتفظ بأسراري لحلقتي حتى أجذب الناس إليها وأكون لوضعي الإعلامي. ولكن في موضوع مثل هذا ارتد سلبا على، يعني ليس عليك فقط، على شريحة الدعاة السعوديين. يا أخي أنا لست مسؤولا عن أولئك الذين يكذبون على الدعاة أو يتنقصونهم أو أحيانا يفسرون كلامهم على غير ما هو عليه. وكان الأصل حقيقة أن يرجع إلى الحلقة. يعني عجبني كلام الدكتور العواجي جزاه الله خير لما تكلم بعلمه ونظر في المسألة التي بعد هذه أيضا. يعني حقيقة القول بأن الدعاة يجتهدون فرديا وأنهم لا بد أن يستشيروا السياسيين إلى غير ذلك، يا أخي نحن لنا أصدقاء هم أهل السياسة، والأصل أن السياسة لا تنفرد عن الدين، وأن الدين أيضا لا ينفرد عن السياسة، كما أن الحكام لهم مستشارون شرعيون، كذلك الشرعي إذا أراد أن يتكلم في أمر يخص السياسة فالأصل أن يستشير من هو متخصص فيها، أو على الأقل من عنده معلومات ومتابعة واسعة فيها. أما القول بأن الداعية لا ينبغي أن يتكلم هذا أو أن يدخل أو هذا أمر خاطئ، ونحن بلا شك إذا أردنا أن نتكلم في قضايا الأمة فلا أجلس يا أخي في بيتي أو في مكتبتي وأقرر الأمر ثم أرفع السماعة وأدخل إلى موقعي وأقرر ما أريد، كلا، بل لنا من نستشيرهم من الناس الذين سبقونا وخبرتهم أعلى منا وعندنا طويل عدد من الأقارب. أيضا يا أخي أنا ألاحظ أن هناك نوع من محاولة التشويه بصورة الداعية، وأن الداعية ينبغي أن يكون فقط مجرد درويش
يقول كلمتين فقط: يا ناس توبوا، يا ناس تركوا المخدرات وبروا والديكم في أمان الله. ثم إذا أردنا أن نتكلم في قضايا أخرى نظر أن الدعاة لا يحق لهم أن يتكلموا في هذا، وهذا أيضا أمر باطل. رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، العلماء في السابق أصلا كانوا يقفون في قضايا الأمة ويتكلمون بها، وليس حراما على أحد إذا أتقن مسألة أن يتكلم فيها. والتضييق عليه في مثل ذلك أو أيضا النظرة إلى الدعاة أنهم ليسوا أهل الكلام فيها هذا باطل. أنا أسهل حقيقة أيضا ما ذكره الدكتور هويدي بخصوصية المملكة العربية السعودية وأنها مأرز الإسلام وبلاد التوحيد وقبلة المسلمين، وأعرف أيضا الحجم الذي ينظر إليه الناس جميعا سواء من المسلمين أو من غيرهم الذي ينظرون به إلى دعاة وعلماء المملكة العربية السعودية، وأدرك ذلك إدراكا تاما سواء من خلال من أجلس معهم أو من خلال ما شاركت معهم في بعض القضايا. لذلك حتى في طرحي الإعلامي، حتى في زياراتي، حتى في المؤتمرات التي أشارك فيها، أنا منتبه لهذا جيدا، ويعني ونؤكد عليه كثيرا، وهذا بلا شك لا يسقط غيره من المشايخ، لكنه أمر ذلك فضل الله وفيه من يشاء. الأستاذ الخاشقجي قال بأنك تراجعت، يعني هذا كذب، هذا كذب وليس غريبا على يعني جعلها في الشو بيزنس، خذ هذه كمان يعني بين قوسين. أقول إنني تراجعت، بل أزيدك، كل من قال يعني أنا قرأت لبعضهم قال إن العريفي نصحه بعض المشايخ والناشطين وتراجع، هذا كذب. إذن أبن لنا موقفك يا شيخ محمد. أنا من البداية لم أقرر الذهاب إلى إسرائيل، ولا يشرفني الدخول تحت راية إسرائيل، وسأدخل بإذن الله مع المسلمين إلى القدس فاتحين لا زائرين. لا يشرفني أني أصلي ركعتين في المسجد الأقصى واليهودي واقف برشاشة فوق رأسي يقول خلص الركعتين عشان تطلع، بل يخسؤون فيها، وسيدخل المسلمون إلى القدس فاتحين لا زائرين. وكل من قال المشايخ نصحوه فتراجع، كلمه بعض الناشطين في مقاومة التطبيع فتراجع، هؤلاء كذابون. وكل هؤلاء الذين نشرت أسماءهم وقالوا كلمنا نصحنا نصحه البعض، بل يا أخي أقرأ بالأمس في بعض المواقع يقول واتصلت وكالة كذا وكذا بأحد أصدقاء العريف الخاصين في الأردن وقال إنه وصل بهم وكاد أن يذهب ونصحوه ورجع. وأنا أعجب من صديقي هذا الذي اتصلوا به، هذا كله كذب. أنا أصلا حتى لما ذهبت إلى الأردن لأن سكنت في فندق وذهبت وصورت ورجعت إلى فندقي ومن وإلى المطار، لم ألتقي ربما إلا بالسائق الذي وصلني إلى الموقع الذي صورنا منه ورجعنا. أرجو أيضا حقيقة من الإعلاميين هذه رسالة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في آخر الزمان الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، أن يتقوا الله تعالى فيما يتكلمون به، ويعلمون أنهم سيفنون لكن سيبقى كتاباتهم، وأن التاريخ لا يرحم، والله جل وعلا يحاسب وسوف يجمعهم، وأسأل الله تعالى للجميع السداد. أشكر لك يا شيخ محمد، ويعني جميلة ردك رسالة الأستاذ خاشقجي وكل الإعلاميين للدعاء، برسالة من الدعاء أيضا إلى الإعلاميين. أعود لك أستاذ فهمي، أنتم تريدون الداعية مجرد درويش يفتي وكذا ولا يخوض في السياسة بهذا الفصل، ألا تكرس نوع من العلمانية الصريحة؟ من قال هذا؟ توقف، يعني أنا لم أقل بأنه الداعية لا يتكلم في السياسة، نحن تعلمنا في من أدب القرآن أن نسأل أهل الذكر. نعم. فأهل الذكر الدعاة هم أهل الذكر، والسياسيون أيضا بينهم أهل الذكر. نعم. ولهذا هذا هو المسألة، وأظن ما أوضحه الدكتور محمد يقدر لأنه قال كلاما رصينا في مسؤولية الداعية، وهو يعني أولا أوضح نعم. معلومات أنا الحقيقة مما قرأته في الصحف السعودية التي تصدر في المملكة في لندن كلها قالت كلاما يختلف عما هو قال هنا. ولهذا فإن تحري، وهنا نرجع إلى مسألة الأخلاق في المهنة، نعم. تحري الدقة في الموضوع واجب، وخصوصا أن الرجل وصف وأوصاف لم تكن كريمة بحقه، فمن حقه أن يغضب، ومن حقنا أن ندين هذا السلوك، وندعو الإعلاميين إلى تحري الحقيقة، وحبذا لو أنهم حدثوا الرجل شخصيا ولم ينسبوا الكلام إلى صديق هنا أو مرجع هناك.
ولهذا لم بالعكس نحن أنا حينما قلنا أن الدعاة مطلوب منهم أن يثبتوا الفلسطينيين ويتضامنوا معهم، وحينما قيل أنه لو أنه أحدهم أن أحدهم اشترك في حملة الإغاثة الفلسطين، هذا كله هذه أعمال سياسية وليست دروشة. نعم. فالداعية عليه مسؤولية، فإذا اتقى الله وسأل أهل الذكر فيما ينتوي أن يخوض فيه فقد قام بواجبه، وما أوضحه الدكتور محمد يشكر عليه ويقدر، ونرجو أن الذين أخطأوا في حقه يصححوا انطباعاتهم.